أهلا بكم في حلقة جديدة من تواصل دوت كوم، والبداية مع أحداث العراق على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انتشر مقطع مصور على منصات التواصل الاجتماعي. المقطع يبين خروج تظاهرات للمحاضرين المجانيين يحتشدون أمام مبنى مديرية التربية بمحافظة النجف، وذلك للمطالبة بتعيينهم على الملاك الدائم، ورددوا هتافات مناهضة للفساد والمحاصصة الحزبية. قالوا بأن هناك خطوات تصعيدية حتى تحقيق المطالب المشروعة. دعونا نتابع جانبا من تظاهرات محافظة النجف لهذا اليوم. الحقوق التي تؤخذ إن شاء الله بيد الأبطال. إذا تبقى وراء التربية مدير التربية، كلا كلا للفاسد. إذا تبقى وراء ما تطلع، كلا كلا للفاسد. وحول هذه التظاهرات في محافظة النجف، علق الكثير من العراقيين على موقع فيسبوك، ومنهم من قال على العبودي، قال على المسؤولين الانتباه إلى حقوق هؤلاء الناس، ونحن معكم في مطالبكم جملة وتفصيلا. أيمن الياسري قال إي والله، هاي صار 12 سنة من تخرجت ولسه ما متعينين، وأني المفروض مدرس حاليا ويحق لي أقدم على التقاعد كما قال. نور قالت ناس درست وتعبت تريد نتيجة، إلى متى بس التربية ماكو تعيين، الله لا يوفقهم. زيد فخر الدين قال الله يكون بعونكم، طبعا أكثر شريحة مظلومة هم المحاضرين. حشود غفيرة من متظاهري المحافظات العراقية توافدت إلى منطقة العلاوي في العاصمة بغداد، وذلك للمشاركة في الاحتجاجات المطالبة بالقصاص من قتلة المتظاهرين، حيث ما زالت حكومة الكاظمي تراوغ بشأن محاسبة قتلة متظاهري ثورة تشرين. دعونا نتابع هذا المقطع. كلنا صرخنا بيوم ضد البهايم. لا 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 لا. يا القاعد التبي لا تحكي عني، يا القاعد التبي لا تحكي عني، تشريعك انت بيوم ما اخذ مني. لا 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 لا. أما أهالي قضاء الشطرة فقد شاركوا بتظاهرات ساحة الحبوبي في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، حيث انطلقت هذه التظاهرات أيضا للمطالبة بمحاسبة قتلة المتظاهرين. دعونا نتابع هذا المقطع من مدينة الناصرية في ساحة الحبوبي. Thank you.
ومن الردود والتعليقات حول تظاهرات اليوم في بغداد والناصرية المطالبة بالقصاص من قتلة المتظاهرين نقرأ بعضا منها على موقع فيسبوك، حيث قال أو قالت أم أيمن: الله يحفظكم وينصركم على المجرمين. قالت الشلة القذرة: الأحزاب، الميليشيات، أعداء الشعب، المجرمين، النصر للشعوب الحرة لا للسارقين القتلة. إيمان الياسري قالت: الله ينصركم يا أبطال. أسامة قال: ربي يحفظهم ويبارك فيهم وبأعمارهم وينصرهم. آمي عادل قال: محاكمة عادل عبد المهدي وجميل الشمبري مطلب جماهيري شعبي عراقي. مظاهرة كبرى في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد للمطالبة باحتساب المعدل التراكمي للصف السادس الإعدادي، وذلك بسبب الظروف التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا والوضع الصحي المتدهور. دعونا نتابع جانبا من تظاهرات طلاب السادس الإعدادي في ساحة التحرير في العاصمة بغداد. من التعليقات حول تظاهرات طلاب السادس الإعدادي في بغداد نقرأ بعضا منها. علي السعدي قال: ارحمونا فإن أرواحنا ليست رخيصة عند أهلنا، انصفونا فإن الوباء لا يستثني أحد، مطلبنا التراكمي والاختياري الحل. المسعودي قال: لو موت لو تراكمي، غدا نذهب للموت. يقول محمد الشريف قال: المعدل التراكمي الاختياري مطلبنا. سيف العراقي قال: إذن استعدوا يا وزارة التربية، المظاهرات قادمة، فنحن جيل أكتوبر. تنتشر ظاهرة الحرائق في العراق خاصة في السنوات الأخيرة، فمرة نجد أن الحرائق تلتهم مؤسسات حكومية، ومرة نجدها تلتهم أسواقا تجارية، والتحقيقات الحكومية دائما ما تشير بأنها بسبب تماس كهربائي، لكن مؤشرات أخرى من قبل مراقبين وتقارير صحفية تؤكد أن من يقف وراء هذه الحرائق ميليشيات وأحزاب تهدف من افتعال هذه الحرائق خدمة لأجندات إيران في العراق. على سبيل المثال حرق المحاصيل الزراعية. الحديث يطول حول هذا الموضوع في العراق. اليوم انتشر مقطع مصور لحريق كبير داخل غرفة المستلزمات الطبية في مستشفى كركوك العام المخصص لمرضى فيروس كورونا. دعونا نتابع.
المستشفى الجمهورية، المدخل مال المستشفى الجمهورية. الله يساعد المرضى. كذلك انتشر مقطع آخر على منصات التواصل الاجتماعي لحريق في مطعم بمحافظة النجف، مما تسبب بأضرار مادية كبيرة في المحلات المجاورة وسط استمرار مسلسل الحرائق في العراق. دعونا نتابع هذا المقطع من محافظة النجف. أما التعليقات حول الحرائق في العراق بشكل عام وحريقي مستشفى كركوك ومحلات النجف بشكل خاص، فقد علق العراقيون على موقع فيسبوك، ومنهم من قال: حنان قالت ترى ماكو هيك شيء، مو صدفة هاي الحرائق، أكيد أكو فاعل خبيث هدفه أكبر. أحمد حسن قال: قبل يومين سوق القدس والبارحة مطعم بيت بغداد، وهذا المعرض شنو اللي دا يصير بالنجف؟ جوزدة نور قالت: ليش ألا بالذات أدوية مرضى الكورونا احترقت؟ شنو السبب؟ تتساءل. عمر السلاوي قال: بوغو مواد واتهموا تماس كهربائي. الآن إلى فقرة أنت ترى. في فقرة أنت ترى التي توفرها قناة الرافدين لمشاهديها الأعزاء ليصوروا ما يشاهدونه حولهم من أحداث تجري في العراق، وصلنا اليوم مقطع مصور من حي الميثاق شمالي محافظة بابل. المقطع يبين معاناة المواطنين في منطقة حي الميثاق شمالي بابل من انبعاث الغازات السامة من معمل الكلور القريب منهم، وهناك حالات اختناق بين كبار السن والأطفال، وهناك وفيات أيضا. دعونا نتابع. هذا حي الميثاق، يعني معاناتنا صار كم سنه، احنا صار 3-4 سنين في الميثاق قاعدين. هذا الكلور، وانا زوجتي بكهرباء مزمن يوميا، وما اخذها بالاربعه بالخمسه الفجر، ما اخذها للمستشفى. زين هذول جهالنا شنو ذنبهم؟ ما يعني احنا شبعنا بهالكلور، فشوفوا لنا صوره حل رحمه لكم. قاموا الموتور عندنا اللي توعدين، انا زوجتي اربعه بالخمسه الفجر حاطين هذا التبخير والاكسجين. زين ما ادري شلون هذا جهال بركبت من، فشوفوا لنا صوره حل. الغاز تعال شو تسوي له؟ ما عنده شيء ثانوي، هاي تتبع البيئه. ابو البيئه يجي يتفقد هاي الامور العالم. ما اجانا واحد من البيئه او شاف البيئه، شاف المعمل، فاحنا المعمل شو يسوي؟ قلنا ماكو لا صحه لا معمل لا هاي، فصارت شغلات مال ربو سرطانيه من وراء هذا الغازات السامه وهاي. أهلا بكم من جديد وإلى فقرة الخبر المزيف. أعادت بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو قالوا بأنه لحظة وفاة زوجة السفير الهولندي في انفجار بيروت. دعونا نشاهد هذا المقطع الذي تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي. طبعا هذا المقطع مزيف، وسوف نوضح لمن يعود هذا المقطع. هذا المقطع ليس لزوجة السفير الهولندي في بيروت، ولكن يعود لمواطنة لبنانية تدعى دارين العايش لحظة تعرضها للإصابة بانفجار بيروت، وهي ما زالت على قيد الحياة، وليس كما نشر على أنه يعود لوفاة زوجة السفير الهولندي. الآن إلى فقرة هاشتاج.
أطلق ناشطون عراقيون واسم علقوا المشانق من بيروت لبغداد، وذلك للمطالبة بإنهاء انتهاكات الميليشيات التي تستخدم الرصاص الحي وقنابل الغاز بصورة مباشرة ضد المتظاهرين السلميين، مما يوحد من معاناتهم وقضيتهم ومطالبهم بمحاسبة قتلة المتظاهرين إن كان في لبنان أو العراق. دعونا نتابع بعض من التغريدات تحت هذا الهاشتاج على موقع تويتر. دنيا قالت علقوا المشانق من بيروت لبغداد، لكل خاين للوطن، لكل منافق، لكل واحد هم راحت غير بلد، لكل شخص معنا غير على وطنا نعلقهم المشنقة لأن ما يشرفنا هيك شكول ببلدنا، خلي وطننا نظيف أحسن. دكتور ماجد قال علقوا المشانق من بيروت لبغداد مرورا بسوريا واليمن لشان كل من سولت له نفسه إحراق الوطن العربي بأمر خامنئي وأذنابه وحاول طمس العروبة وزرع بذور الفتنة والشقاق، لا بد لليل أن ينجلي. أبو ياسمين العراقي قال واجب وطني أن الأمة التي تريد العلم والتطور أن تعلق جميع الفاسدين الخونة تجار وسماسرة الحروب على المشانق، علقوا المشانق من بيروت لبغداد. محمد هشام قال لبنان ينتفض حاليا ويقمع بنفس الأسلوب الذي واجهته ثورة تشرين العراقية، رصاص حي، غاز مسيل للدموع بكثافة، بنادق صيد، والمطلب هو وطن وعار على كل من سمع بذلك فرضي به، علقوا المشانق من بيروت لبغداد. الآن إلى فقرة ما بعد الهاشتاج. آراء فلسطينية متباينة حول استمرار توافد آلاف الفلسطينيين إلى أراضي الداخل المحتل، وذلك بعد إحداث ثغرات في جدار الفصل العنصري وتراخي سلطات الاحتلال في إجراءاتها الأمنية المشددة. دعونا نتابع تقريرا حول هذا الموضوع عده موقع إيجبلاس عربي.
يمكنني الصمت، قالها رئيس الوزراء الماليزي السابق التون الدكتور مهاتير محمد للتعبير عما يحدث في كشمير من ممارسات عسكرية هندية وقطع للاتصالات. قالها مهاتير محمد بأن الهند تسير على نهج إسرائيل في كشمير. دعونا نتابع ما قاله مهاتير محمد في تقرير لموقع رصد الإخباري. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We have experienced the pain of the lockdown due to COVID-19 pandemic, but we know it is not even a minute comparison, minute comparison to the lockdown of Jammu Kashmir. If we felt that the few months of lockdown was unbearable due to the restriction of movements, imagine a lockdown that is not only restrictive of movements, but applied with ferocious military intervention and almost total communications blackout. Ladies and gentlemen, while we condemn the promotion of utilizing the Israeli model, it was also very telling of what the Indian administrative class think about Kashmir and the Kashmiris. Surely, it is time that India rises above the status of a common bully into a leading nation, capable of rising above the ordinary and take serious and specific steps to put an end to those acts that are unbecoming of a nation that proudly claims to be a bastion for democracy. And surely, to be another Israel is not a route India wants to pursue. إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.